صباح الخير عليكم. الحاج راح تعمل لي الفطار يا جماعة، اتفضلي يا حاج. ازيكم عاملين ايه؟ انا بعمل حاجة سهلة خالص، بيض هعمل عليه، بس الجديد فيه ان انا هعمل عليه بصلة. البصلة دي بتخليه طعمه جميل قوي، دي طريقة حلوة مجربينها يعني. هنحط توم ما هو توم، فيه توم بودرة اهوت، والبهارات لسه هقولها اهي. هنا انا بقطع على ايدي دلوقتي، توم البودرة انا تمام. بقطع على ايدي دلوقتي عشان النور قطع، اضطريت اقطع على ايدي البصلة. احنا مشغلين مكنة الكهرباء، النور قطع، فبقطع البصلة على ايدي قطع صغيرة كده اهوت، كده ما مفرمهاش يعني، قطع صغيرة كده نحطها الوقت في الزيت والسمنة. اقول لكم المقادير اهي الباقية اهو كده. احنا قطعنا البصلة، نحاول نقطعها صغير خالص يعني قد ما نقدر اهو. نقطع كده ايه، سكينة مش حلوة قوي يعني، من الفين سكينة مش حلوة. مال ده يا حاج؟ ما انا هقول لهم على المقادير اهو. دي بيض مقلت كده، بس ايه الجديد فيه ان انا عامله فيه بصله، هو ده الجديد فيه اهو. خلاص هو المقادير، خلاص قطعنا البصله 4 بيضات او اي كميه اللي انت عاوزاها. دي توم بودره، ملح، ربع معلقه ملح، ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود، ودي معلقتين كريستال على معلقه سمنه بلد صغيره، ودي معلقه خل، وده دبس الرمان. خلاص هن هن هنروح على النار بقى وهوريكم الطريقة. يلا احنا جينا اهوت، كنا مولعين الطاسة على النار. هنكسر البيض، هنكسر البيض اهو. حط الزيت اهو، ماشي الزيت اهو، بس نكسر البيض اهو. بدأ المكان ضيق على البوتاجاز، نحط المقادير كلها على البوتاجاز، المكان ضيق كده اهو. ونحط بقى ايه الزيت على السمنه في الطاسه كده، هي قلحت جامد عشان طبعا ما يلزقش. ده الزيت على السمنه اتحط في الطاسه، والطاسه قلحه جامد اهو. دي الخل، ده الخل خلاص، ده دبس الرمان، ده دبس الرمان. نعمل ايه دبس الرمان؟ نقطه كده بحوش الزفاره، زي الفانيليا كده في الحاجه الحلوه، زي الخل كده، ماشي بحوش الزفاره خلاص. ده دي الثوم البودره اهو، ودي الفلفل الاسود، الفلفل الاسود اهو، حطهم كلهم في طبق واحد، الفلفل الاسود والكمون والملح، كل ده في طبق واحد. انا دلوقتي هوطي واحط البصله. انا قلت لك قبل كده ما بحبش ايه الحاجه تتقدح قوي، فانا هوطي وهرب البيض سهلة خالص. بس هي الفكرة ان احنا البصلة دي بتعطي طعم للأومليت، بتعطي له طعم. ما بحبش انا البيض يتربى قوي يا حاج، انا احب فيه كده يعني هيئة كده نص رطب. يلا يلا حط في بقى. ناس بتحب كده، وفي ناس بتحب تحط عيون. لا بس هو يعني ممكن يتعمل عيون برضه كده، معقول يعني الابيض خلاص اهو كده عشان ما ايه من طبعا حطيت معلقة سمنة بلدي على معلقتين زيت ولا قد ايه؟ طبيعي ما يتماسك. جميل قوي، البصل ده خلى البيض طعم رهيب. برافو، علي شوية، علي النار شوية. هو بدنا تخلص كده مش عارف. من 4 نبي؟ من 4 نبي؟ مش اقلب الوقت عشان ايه لما يتماسك، لو قلبت على طول ممكن يقوم يلا. مش عامل قرص يعني، انت ازور على شويه هي النار الانبوبه بانها تبدو حاجه. قلبتها ايه بصراحه، شكلها فظيع، جميلة يا حاجة والله. يلا يلا شوفي طعمها. خلاص هي كده، خلاص بقى تطلع تقدم بقى.
ايه رايكم يا جماعه؟ ها والله العظيم الطبق شكله فظيع، بس هي الانبوبه فعلا بدات تخلص، هي اللي عذبتنا شويه. يلا يا حاجه قدمي بقى. يلا خليت كده استوت ولا لسه؟ لا خلاص. طب يلا. الله الى طلع الطبق اهو. يلا ده الفطار يا جماعه النهارده. السلام عليكم. يلا نشوفكم على خير يا جماعه، ما تنسوا اشتركوا في القناه واعملوا لنا لايكات يا حبايبي، واذا حاجه عجباكم او مش عجباكم عرفين. مع السلامه.